يلا نشوف طبختنا واكلتنا لهذا اليوم مع الفنان اكيد مصطفى. لازانيا. طبعا اللازانيا متكونه من عجينه اللازانيا، نكتب المكونات، لحم مثروم راح اسالنا تقريبا كيلوغرام كامل، راح نسوي ايضا ثوم بصل وثوم طبعا، ومعجون فلفل، معجون طماطه، وحبتين اثنين طماطه، ايضا الخس راح اخلي خس وياهم، والجبنه ايضا، كل شيء من كل شيء شويه شويه. والجبن طبعا عندي هنا جبن نوعين، راح اخليه نوعين، نوع عندي النوع ابيض والثاني الاصفر. الاصفر نعرف انه شيدر، والثاني اللي هو ال ايوه هو هذا صحيح، مرات اخربط بيهم. اكو جبن نوعين جبن، جبن اللي هو الاصفر اللي هو تشيدر، والنوع الثاني اللي هو الابيض اللي هو الموزريلا، عفوا البارميزان هم اصفر اسود، هذول نتخلص منهم. هذه هي المقادير، اتمنى انكم كتبتوها